حضرات السيدات والسادة، نشع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بالقطاع المكلف بالنقل. مرحبا السيد الوزير. عدد الأسئلة داخل هذا الملف 8، والسؤال الأول عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية لحوادث السير ببلادنا للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتقدم أحد واضعي السؤال. مشكورا، تفضل السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، عن حوادث السير وسبل الحد منها نسائلكم. جواب السيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم. بالفعل اليوم تعلمون اننا في البدايه ديال شهر فبراير، هو الشهر ديال السلامه الطرقيه، و18 فبراير هو اليوم الوطني. اليوم عندنا استراتيجيه وطنيه 2017-2026 اللي من المفروض اننا نقلصوا فيها عدد القتلى ب 50% في الافق ديال 2026. عندنا عده محاور وعده ركائز ديال الاشتغال، وتنحاولوا اليوم نمشيو نحو المدرسة، إذا تربية النشء، نمشيو نحو المجتمع المدني باش نعمو السلامة الطرقية على جميع الفاعلين، نديرو شراكات مع المدن على الصعيد الإقليمي والسلطات الإقليمية، وأيضا نمشيو نركزو على الأسباب المركزية ديال هاد الظاهرة. اليوم خلال الخمس سنوات الأخيرة المؤشر ديال الخطورة نقص، بمعنى أننا في التوجه الصحيح، وأيضا المؤشر ديال الوفيات هو في انخفاض، وهذه مؤشرات إيجابية على أنه الاستراتيجية الوطنية تقوم بما يلزم من جهد، لكن ما زال العدد ديال القتلى مرتفع، ونعمل على أننا نزيد نقلص منه. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد نائب، تفضل. السيد الوزير، احنا طرحنا هذا السؤال لانه كاين واحد النوع ديال الاحساس، كاين واحد النوع ديال التطبيع مع حوادث السير في بلادنا، اصبحت واقعا يفرض نفسها. وحنا شفنا غير في الاونه الاخيره للاسف الشديد واحد المجموعه ديال الحوادث اللي ادت لواحد المجموعه ديال القتلى والجرحى، الجرحى اللي احيانا كتكون عندهم اعاقات دائمه، مما يترتب عن ذلك واحد المجموعه ديال التبعات اللي هي اقتصاديه واجتماعيه. اكيد كيتبذل واحد المجهود من اجل التوعيه، لكن لابد من العمل على الجانب القانوني بالاساس، لان واحد المجموعه ديال الحوادث التي تتم داخل المدن هي مرتبطه فقط لعوامل بشريه لعدم الاحترام ديال القانون. خص واحد النوع ديال الصرامه في التطبيق ديال القانون. من ناحيه ثانيه، السيارات المتهالكه التي تتسبب في عدد من الحوادث، كذلك الطرقات بمجموعه من المناطق، وهناك مجموعه من النقاط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث القاتله دون ان يتخذ اي اجراء من اجل القيام بالاصلاحات التي تهم تلك الطرق. توعية أساسية وتعبئة أساسية. الجمعية تحدث عن أنفلونزا الخنازير، مع العلم أن عدد القتلى في هذه الأسبوعين الأخيرين يتجاوز بكثير المسجل في هذا الشيء ديال المرض ديال الأنفلونزا، وبالتالي التعبئة هي أساسية، والتوعية، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من يعمد إلى مخالفات. شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب إضافي؟ جواب السيد الوزير. السيد النائب، نحن معك في ما طرحت من ضرورة التعبئة الضرورية، الأمور اللي هي قانونية والمراقبة. فيما يتعلق هو السلوك، هو اللي عندنا فيه الأصل ديال الإشكال، لأنه حوالي 90% ديال عدد القتلى هما مبنيين على السلوك البشري، 10% الأخرى ولا أقل هي مرتبطة بالعربات وبالطرقات. نشتغل على أنه في إطار الميزانية اللي كاينة ديال حوالي 3 مليار ديال الدرهم. شكرا السيد الوزير. نمر إلى السؤال الثاني عن برنامج طرق السيارة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. تفضل السيد النائب لبسط السؤال. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، سؤالنا سيد الوزير يتعلق بالبرنامج المستقبلي لطرق السيارة ببلادنا والوجهات المسطرة فيه والإمكانيات الموضوعة لتنفيذه. شكرا سيد الوزير. جواب السيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، بالفعل اليوم كان البرنامج اللي عندنا ديال الطرق السياره فيه 1800 كيلومتر، والان عندي لائحه جد مطوله ديال البرنامج ديال الدراسات اللي غنشتغلوا عليها، 1384 كيلومتر، الميزانيه حوالي 75 مليار درهم، واللي تتهم واحد العشره ديال الاوراش كبرى، منها اللي هو في اطار الدراسات التعريفيه ليتيدو ديفينيسيون اللي مصادق عليها سبعه ديال المشاريع، منها بني ملال مراكش، طنجه تطوان، برشيد الجديده، فاس طنجه،
الرباط، الدار البيضاء، بالرشيد، اسفي، مراكش، اكادير، تيزنيت. عندنا محورين ديال كرسي في الناظور وتيتملي البرشيد للدراسه التنفيذيه في طور الانجاز، وعندنا المحور ديال بني مندال فاس مكناس اللي فيه امكانيه اننا نمروا عبر الرشيديه اللي هو في الدراسه التعريفيه اللي هي في طور الانجاز. شكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضلوا. السيد الوزير، عندما طرحنا هذا السؤال فاننا نستحضر أهمية شبكة الطرق السيارة التي تبلغ مسافتها اليوم حوالي 1800 كيلومتر، أغلبها شيد بعد سنة 2000، وهذا يدل على المجهود الذي بذلته الدولة خلال 20 سنة الأخيرة في هذا المجال. وفي المقابل لاحظنا ضعف وتيرة إنجاز طرق السيارة في السنوات الأخيرة، ونود أن نعرف سبب ذلك. فالبلاد محتاجة لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بالنظر لدوره الحيوي في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنمية الجهوية. إننا نتطلع أن يتواصل المجهود من أجل ربط المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بالمملكة بشبكة طرق السيارة، وهو ما يساهم في تقليص التفاوت الترابية والاجتماعية بين مختلف المناطق. كما نتطلع إلى العمل على فك عزلة العديد من المناطق التي لا تمثلها طرق السيارة، وذلك بواسطة الطرق السريعة. ونطالب في هذا الصدد بتسريع وتيرة إنجاز محور فاس مكناس، محور فاس تاونات، ومحور تاونات الحسيمة عبر إيساقن مرورا بخلالفة، ومحور طهر السوق تازة عبر بورد، وهو ما سيكون له كبير الأثر على هذه المناطق المهمشة. وشكرا سيد الوزير. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ جاوب على التعقيب سيد الوزير. نعم، شكرا سيد الرئيس. هو بالفعل سيد النائب المحترم كما تفضلت، اليوم في إطار البرنامج المقبل كان اشتغال على العديد من المحاور، انا ذكرت منها 10 اللي هي في اطار الدراسه على اساس اننا نبشروها، وكاين المحورين دابا اللي خدامين فيهم حول الدار البيضاء لاروكاد الدائري ولا ديال برشيد. اليوم بالفعل الهدف هو اننا نربطوا الجهات اللي ما كانش مربوطه بطريق السير الى حد الان، وتتعرفوا انه البنيه التحتيه فيها شق اللي هو مرتبط بالصيانه، وهذا اللي يتطلب ايضا العديد من الموارد الماليه لهذا الصدد. ونحن الان في اطار العقد البرنامج اللي غنديروه مع الشركه ديال طرق السياره للمغرب، غادي نشتغلوا على اساس انه المحاور اللي هي مرتبطه اساسا بالمجال، بتنميه المجال، غادي نحاولوا نشتغلوا عليها وتنشوفوا صياغ جديده اليوم للتدبير المالي لمثل هذه المشروعات الاستراتيجيه، واللي من خلال اليوم التشاركيه او الشراكه القطاع الخاص العام باش ننجو العديد من المحاور اللي يصعب اليوم. ونمر الى السؤال الثالث متعلق بتصاميم النقل للسيدات والسادة النواب المحترمين لفريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب لبسط السؤال. شكرا سيد رئيس. سيد كاتب الدولة، نسائلكم عن تصاميم النقل المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجهات، وشكرا. جواب السيد الوزير، تفضلوا. المشروع سيد الرئيس، سيد النائب المحترم، المشروع ديال الجهويه المتقدمه بالفعل فيه العديد من الاختصاصات التي سيتم نقلها للجهات، ومن بين الاختصاص القانون التنظيمي 111-14 يتكلم على الاختصاص ديال النقل، في جزء منه مرتبط باعداد التصاميم، وفي الشق الاخر مرتبط بالنقل ديال المسافرين بين الاقاليم. اليوم هناك لجنه مركزيه كما تعلم اللي هي من طرف وزاره الداخليه تترأسها، واللي قسمت هذه الاختصاصات الى عده مجالات. المجال اللي هو مرتبط بالنقل اللي يشرف عليه رئيس الجهه ديال درعا، وحنا اشتغلنا جميع مع الجهات ومع الفاعلين المؤسسين في هذا المجال، وعندنا اليوم ارضيه مسوده اللي هي ارضيه للتفكير اللي عرضناها على اللجنه العليا اللي تدبر هذا الملف ديال نقل الاختصاصات على صعيد وزاره الداخليه، وعندنا فيها تصور اللي هو جزء من تصور اللي غادي نناقشوا مع الاطراف الاخرى ان شاء الله رب العالمين. شكرا. تعقيب السيد نائب فريق الاصاله والمعاصره. سيد الوزير، اسناد الاختصاص للجهات على الماده 82 سندات هذا الاختصاص ديال النقل، تصاميم النقل والنقل بين الجماعات في الغير الحضريه للجهات، ولكن هذا لا يعفي الحكومه من تسيير هذا القطاع، لانه الدفع القانوني هناك الفصل 140 من الدستور اللي كيتكلم على توزيع الاختصاصات ما بين الدوله والجماعات الترابيه على مبدا التفريع، والتفريع يعني لا سوبسيدياريتي، يعني الانابه والاعانه، وهذا لا يعفي الدوله بالتدخل في هذه الاختصاصات. السيد الوزير، ومن الناحيه العمليه
هناك ايضا نفس الماده 82 كتكلم على التكوين المهني بانه اختصاص ذاتي للجهات، ولكن جلاله الملك عين كاتب الدوله في التكوين المهني. جلاله الملك طلب من السيد رئيس الحكومه باعداد خطه عن التكوين المهني، ولكن للاسف سيد الوزير حكومتكم تنقصها المبادره. يعني هذا المجال بالضبط اللي سنتوه الجهات 60 سنه هذه ما كانت فيه ولا مبادره تجاه العالم القروي ما عدا المبادره اليتيمه ديال 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 النقل المزدوج. كنظن في تاريخ سي امسكان لانه كان وزير حاضر من العالم القروي. والان تقييم هذه المبادره وتقييم تجربه النقل المزدوج مازال ما شفناش السيد الوزير. الناس حنا ولينا كنحشموا وكندخلوا كنشوفوا المعاناه ديال الناس باقيه راكبه في البورت باجاج السيد الوزير. الناس النساء والرجال مزدحمين داخل سيارات نقل البضائع. واش هاد الناس السيد الوزير اللي غتعطوا للجهات الاختصاص؟ راه 150 مليار اللي عندكم في الصناديق ديال النقل، عطوها للجهات وخلونا ندبروا مسائلنا. واليوم كتجي كتقول لي راه حنا في 2019 كاين راجل كيجي في حافله كهربائيه من باب دكاله حتى لدوار العسكر وكينتقل في تريبورتور باش يمشي للجامعه. شكرا. شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ جواب على التعقيبات. النائب المحترم تيطرح السؤال في التصاميم ومن بعد مشى للقطاع ديال النقل والاشكالات ديالو الكبرى كلها. انت تكلمتي على التصاميم ديال النقل، الاختصاصات وكيفيه ديال النقل ديالها. من قال لك ان احنا عفينا راسنا من الاشتغال؟ شكون اللي تيسير اليوم النقل بهذا الشيء ديالو كله، بهذه الاصلاحات اللي كاين بالنقل المسافرين، نقل البضائع، النقل المدرسي، النقل المستخدمين، النقل المزدوج، شكون اللي تيسيروا؟ تيسيروا الحكومه. وبالتالي اليوم نحن تحدثتي في السؤال ديالك على النقل اختصاصات، اعطيناك الجواب على السؤال اللي عندك. اليوم في اطار الدراسه اللي كاينه دار دراسه القرب هو في المجال ديال النقل المزدوج هو من بين الامور اللي حنا ممكن ومستعدين نمشيو فيها. والعلم ديالك سيد النائب المحترم حنا من جلسنا مع الجهات يقول لك اسيدي غير عطيونا داك الشيء، ما تبقاوش ديروا فيه دابا من دابا فوق شي حاجه، عطيوه لنا. تيقول لك جديرو، تيقول لك حنا اليوم مستعدين باش نديرو. واليوم كاين لجنه مركزيه اللي تتفكر. شكرا مع الشركاء كاملين. شكرا السيد الوزير. سؤال عن تاخر توصل مراكز تسجيل السيارات برخص السياقه والورقه الرماديه البيومتريه للسيدات والساده النواب المحترمين فريق العداله والتنميه. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، انخرطت وزاره الجيز والنقل في برامج مهمه لتسهيل وتحديث قطاع النقل. نسائلكم عن حصيله تنفيذ هذا البرنامج وعن مدى التغطيه ديالو للجهات والمدن الكبرى للمملكه، وكذلك الاستراتيجيه ديال الوزاره لمعالجه النواقص ولتسهيل وتسريع التوصل بالبطائق. شكرا. جواب السيد الوزير تفضلوا. نعم شكرا سيد الرئيس. هو السؤال اللي مطروح عندي مرتبط بهادشي ديال التسليم ديال الرخص وديال البطائق. واللي بالفعل اليوم كما تعلمون كاين شركه اللي هي سياقه كارت اللي تتقوم بالانجاز ديال البطائق الالكترونيه، ومع الوزاره حنا عندها ما دفتر تحملات اللي هو مرتبط بضروره توفير هذه البطائق في غضون 10 ايام. اذا لم توفر هذه البطائق في غضون 10 ايام من التاريخ ديال المصادقه على هذه الوثيقه من عند المركز اللي تيصيفط لها الوثيقه، عندها واحد المجموعه ديال الغرامات، وهذه الشركه تحرص كل الحرص على اساس انه بالفعل ما تتجاوزش هذه الفتره ديالها على اساس انه ما تاديش هذه الغرامات. والنسبه ديال التاخر في الحالات اقول الحالات العاديه، لان هناك حالات استثنائيه مرتبطه بعدم استكمال الملفات وغيرها، هذه هي اللي تتكون فيها بعض الاشكالات. وفي الاونه الاخيره لان كان عندنا واحد لافنو مع هذه الشركه كانت عندنا بعض الاشكالات لانه باقي ما وقعناش معها هذا التمديد، والا في الحالات العاديه نحن ملتزمون بالمواعيد اللي هي محدده في تفاصيل التحملات. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. شكرا سيد الوزير، نشكركم على المجهودات التي تقومون بها على رأس القطاع الذي تدبرونه، وهذا لا يمنع سيد الوزير المحترم أن نطلب منكم مضاعفة المجهودات من أجل تجويد الخدمات للمرتفقين على هذه المراكز من خلال هذه الاقتراحات. أولا تعزيز الموارد البشرية بهذه المراكز من أجل التغلب على الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المراكز. أعطي نموذجا إقليم ميدلت، هناك موظفين بالمركز. ثانيا تأهيل فضاءات الاستقبال في بعض هذه المراكز بشكل يليق بكرامة المرتفقين. ثالثا الإسراع بتفعيل اتفاقية مع البنك المغرب المتعلقة بطبع رخص السياقة والبطائق الرمادية. رابعا الإسراع بتحويل تدبير النظام المعلوماتي الخاص بتدبير رخص السياقة والبطاقة
الرماديه الى الاداره. خامسا احداث مراكز تسجيل السيارات جديده باقاليم التي تحتاجها. ونسائلكم السيد الوزير المحترم عن الشراكه مع مستوردي وبائعي السيارات من اجل رقمنه عمليه تسجيل المركبات. وهناك مشكل اخر ساثيره السيد الوزير وهو تسجيل الدراجات الناريه التي تقل اسطوانتها عن 50 سنتيمتر كوب. تعرف بعض المشاكل خصوصا عدم ورود بعض الانواع من هذه الدراجات في النظام المعلوماتي لدى مراكز الفحص التقني. وشكرا. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب اضافي؟ جواب السيد الوزير على التعقيب. ترى مطرح واحد المجموعه ديال الاشكالات للموظفين بالفعل، تتعرفوا هذه ظاهره اللي تنحاولوا اننا نستجبوا لها. المركز ديال ميلت راه هو في الطاولات اللي عندي في الاخر، لان في اشكالات حقيقيه تتعرفوا على انه كانت فيه اشكال مع الموظفين اللي واحد المجموعه منهم متابعون، وعندي فيه ثلاثه ديال الناس، جوج دابا اللي بقى. واحد السيده طلبت على انها تمشي بالفعل باش تقابل ولدها، ودارت الاستدعاء ديال شهرين، انا ديال سنتين، انا تنحاول كيفاش ندبر هذا الملف. ما هو مرتبط بالشراكات مع مجموعه من المؤسسات بالفعل الرقميه، اليوم العمليه ديال الرقمنه هي في 90% قد تم الانجاز ديالها، وتنحاولوا انه جميع الاجراءات الاداريه مرتبطه بهذه المراكز ديال تسجيل السيارات تكون مرقمه. فيما يتعلق بتسجيل الدراجات الناريه، العمليه كانت مرت في احسن الظروف، كانت بعض الاشكالات اللي هي مرتبطه ببعض الشركات، واقول ببعض الشركات اللي بالفعل كانت دارت اعلانات غير حقيقيه، بمعنى كانت تتزور في الارقام اللي عطات في الاول بالنسبه للسيلندري. شكرا السيد الوزير. السؤال الخامس عن وضعية قطاع النقل الطرقي للبضائع للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق التجمع الدستوري، فليتقدم أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، عقدتم مشكورين العديد من الاجتماعات في مع مهنية قطاع النقل الطرقي بالبضائع، ما هي حصيلة هذه الاجتماعات والنتائج المحققة؟ شكرا. جواب السيد الوزير، تفضلوا. ايوا الا جيت نعطي الخلاصه، الامور راها ماشيه في الطريق الايجابي ان شاء الله رب العالمين، والتعاون اللي كاين اليوم بين الوزاره وبين المهنيين راهو جد ايجابي. عقد البرنامج عطيناه للمهنيين هو اللي تشمل كل النقاط تقريبا اللي هي عالقه، الحوالي 51 هيئه اللي توصلت بهذا العقد ديال البرنامج، 17 اللي جاوبوا من اصل 51، اعطيناهم اواخر مارس ان شاء الله رب العالمين، باش عاود نتوصلوا بجميع الاضافات ديالهم والملاحظات ديالهم على عقد البرنامج، على اساس اننا ندوزوا للتوقيع معهم، وجميع الاشكالات اللي كانت مطروحه قبل راها مدونه في عقد البرنامج اللي غادي يكون ان شاء الله هو طريق خارطه الطريق اللي غنشتغلوا بها في مجال ديال نقل البضائع مع المهنيين. شكرا. تفضل السيد نائب التعقيب. شكرا السيد الوزير، أكيد أنكم تقومون بمجهودات مقدرة لإصلاح قطاع النقل، والحكومة تراهن عليه بشكل كبير لأنه قطاع حيوي واستراتيجي، وتحاول جاهدة تحسين أدائه ليلعب الدور المنوط به، حيث أعطته من الإمكانيات ما يكفي لتطوير وضعيته، علما أنها لم تستثمر بالشكل الكافي في تحسين أوضاع المهنيين، أبرزها إقرار منحة تكسير العربات والتي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية 2013، وتم التمديد لهذا المشروع في 2016 و2018، وسينتهي العمل به في 2023. ونظراً للإكراهات والصعوبات التي واجهتكم في تنزيل هذا المرسوم التنظيمي، اليوم السيد الوزير المهنيين بمختلف شرائحهم يطالبونك بإيجاد الحلول لوضعياتهم المختلفة. لذلك فإن عقد البرنامج الذي وضعتموه نريد منكم تجويده عبر المزيد من التشاور ومواصلة الحوار مع كافة الشركاء. شكرا. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد الوزير، تفضل. والسيد النائب مشكورا، قدم ما
هو جاري الآن مع المهنيين، وبالفعل أنا قلت في الجواب ديالي أن عقد البرنامج اليوم هو على طاولة الحوار، وهذا العقد البرنامج مع المهنيين سواء كانوا ديال نقل البضائع اللي كان معهم لقاء يوم 8 دجنبر 2018 وخرجنا من الخلاصات، ودرنا لقاء الأسبوع المنصرم من 5 فبراير واللي 4 ديال النقط المركزية اللي فيها النقطة ديال تجديد الحاضرة، واليوم تعطينا بداية الانطلاق ديال وضع الملفات ديال تجديد وتكسير الحاضرة هو 15 فبراير من هذا الأسبوع، والملفات الأخرى اللي هي مرتبطة بنقل المسافرين أيضا كان يوم دراسي مكمل للحوار اللي بديناه مع المهنيين ديال نقل المسافرين اللي كان يوم السبت المنصرم 9 فبراير، واللي أيضا في عقد برنامج اللي هو على الطاولة واللي فيه ديك النقطة المركزية ديال الكريمة اللي هي كانت طارت نقاش في 2014 إلى حين كنا وصلنا لعقد التوقيع وما وقعناش اليوم، هذا الملف أيضا راه على الطاولة والمهنيين تيحبدوا. شكرا السيد الوزير. سؤال على نقطة نظام، تفضل. سيد الرئيس، أريد فقط إثارة انتباه المجلس المقر إلى أنه الآن على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية صدر قرار يهم يرفض جريد النائب البرلماني المحترم السي محمد بهدود الذي ينتمي للفريق التجمع الدستوري، لكن لم تتم قراءة هذا القرار هذا في بداية هذه الجلسة، فأتساءل سيد الرئيس، يعني تطبيقاً لمقتضيات النظام الداخلي يجب قراءة هذا القرار، لأنه لا أعتقد بأنه سوف يتم نشره على مستوى الموقع الإلكتروني قبل أن يتم تبليغ هذه المؤسسة. شكراً سيد الرئيس. شكراً سيد النائب. المجلس يتعامل مع المراسلات الواردة إليه إلى يومه وإلى ساعته، لم نتوصل بعد بهذا الرسالة بنص هذا الرسالة، ولو توصل بها المجلس لما دمجت في إذن سوف يباشر المكتب هذه العملية، وإلى توصل بها في الجلسة المقبلة سوف تتلى هذه الرسالة. سؤال عن ظاهرة النقل السري للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق التجمع الدستوري، تفضل أحد وضعي السؤال. مشكورا السيد نائب، تفضل. شكرا. نسائلكم سيد كاتب الدولة، ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من ظاهرة النقل السري؟ شكرا السيد نائب، تفضل السيد الوزير. شكرا سيد رئيس. السيد النائب المحترم، بالفعل اليوم تحدث عن النقل المزدوج عوض النقل السري، واللي هو منضبط لدفتر تحملات اللي توضع في 2013، واللي هدفنا من خلاله على أننا نيسروا العملية ديال الولوج لهذه المهنة اللي هي النقل المزدوج باش ما تبقاش في قطاع النقل السري، وعددنا الوثائق الواجب تحضيرها باش توضع الملف في اللجنة الإقليمية ويسرناها على أساس أنه يكون هذا التحول. من ناحية العامة تنديروا دراسات ديال القرب باش نعرفوا شنو هي الاحتياجات ديال كل إقليم، وعندنا اليوم جاهزين 58 دراسة إقليمية ل 58 إقليم اللي تتعطينا ما يعرف بالتصميم ديال النقل في العالم المزدوج. كل ما تاح أن الملفات تجينا من اللجان الإقليمية، نحن على الصعيد اللجنة الوطنية نتخذ فيها القرار بكل تجرد وبطريقة لتتيسر الولوج للنقل المزدوج. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب من الفريق التجمع الدستوري، تفضلوا. سيد كاتب الدولة، يعتبر النقل السري من الحرف القادمة الغير مقننة، ورغم ذلك يقدم خدمات جليلة للمواطن الضعيف الذي لا يستطيع الدفع السعر المرتفع لوسائل النقل المتوفرة وخاصة بالعالم القروي. هنا نتكلم سيد كاتب الدولة عن إقليم مديونة كان نموذج غير بعيد عن مدينة الدار البيضاء، حيث تم ترحيل أزيد من 300,000 نسمة وعدد سكان ما زال في الارتفاع بفضل برنامج مدن بدون صفيح، وكذلك المواطنون الذين يترددون على الأسواق الأسبوعية وما يحملون من بضائع. كنا نتمنى سيد كاتب الدولة أن تكون هناك تسهيلات مع هذه الفئة التي لمس فيها المواطن نكران الذات وتقديم الخدمات، فمن يستطيع طلب رخصة النقل المزدوج يجب أن يكون من الميسورين حسب دفتر التحملات، وخصوصا كما هو مبين في المادة 10 والمادة 13، وبذلك لا بد من بديل المواطنين. ومن هنا نتساءل، من هم مالكو رخص النقل المزدوج بإقليم ديونة، ولماذا لا يتم منح رخص ثقة سيارات الأجرة كبيرة للحرفيين؟ فمنهم من وضع الطلب أكثر من 5 سنوات دون الاستجابة لطلبه، وبالتالي نتمنى أن تكون هناك تسهيلات لهذه الفئة. وشكرا.
شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ تعقيب اضافي فرق الاصاله والمعاصره، تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، لا شك ان ظهور ظاهره النقل السري بالمناطق الجبليه مرتبط بالاساس بضعف البنايات التحتيه وضعف الطرق المعبده، مما ادى الى استحاله وصول الاسطول والمهيكل الى هذه المناطق. فرغم عدد قانونيه هذا النقل، المواطنون يتحتم عليهم الاستسلام للامر الواقع والاستعانه بالنقل السري للولوج الى المراكز الحضريه لقضاء اغراضهم. السيد الوزير، اليوم يجب اعاده النظر في دفتر التحملات الخاص برخص النقل المزدوج، وذلك لتمكين ارباب سياره رباعيه الدفع التي تستعمل بالمناطق الجبليه من رخص النقل، لان هذا النوع من السيارات هي الوحيده التي تستطيع ولوج هذه المسالك الضيقه بالمناطق الجبليه. وشكرا. شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ ليس هناك تعقيب اضافي. جواب السيد الوزير عن التعقيبات. شكرا السيد الرئيس. لا، انا ماشي ضد دفتر التحملات، ماشي قران منزل، غير هو الا غنعدلو وندخلو فيه الكاتكاترات. الكاتكات شحال تيهز دابا؟ انتم تقولوا الدير هذا ما يمكنش، خصنا شي حاجه اللي تهز الكاتكات. الا عطينا الترخيص شحال غادي يهز؟ ماشي غنعطيو الترخيص الكاتكات ويهز لي 15 ولا 20. لا، غير باش نكونوا فاهمين شنو تنقولوا. انا ما عنديش مشكل نرخص له، ولكن غادي نعطي خمسه ديال البلايص اللي عنده ولا اربعه اللي عنده في لاكارت غريز. ما غادي يدير، ماشي هو هذا الحل. حنا يسرنا دفتر التحملات، ماشي بحال السيد النائب اللي قال خاص غير اللي يكون لاباس عليه. خاص يجيب واحد العربه اللي في المستوى ديال المواطنين اللي تيهزهم. اليوم العربات في السوق راه معروف الثمن ديالهم، خصهم يكونوا فيهم مقاعد، لان تتجيو عاود تسالوني على السلامه الطرقيه وعلى مستوى وجوده الخدمه، وهذا الشيء راه مرتبط. وبالتالي هذا دفتر التحملات حنا مستعدين نراجعوه، ما عندنا حتى شي اشكال. غير هو الا راجعناه خصو يمشي في اطار مزيد من السلامه الطرقيه ومزيد من الولوجيه بالنسبه للعالم القروي، وايضا خص الجوده والخدمه تكون ايجابيه. مديونه ما جاش في السؤال، ما عنديش معطيات. انا مستعد نعطيك معطيات السيد النائب، لانه لم يرد في السؤال وما كنتش عارف بانه يمكن طرح الموضوع ديال المديونه. شكرا. شكرا السيد الوزير. سؤال عن توسيع التواجد الترابي لمراكز تشغيل السيارات وتاهيلها للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل السيده النائبه. تفضلي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نظرا للاكتضاد الذي تعرفه مراكز تشغيل السيارات في العديد من الأقاليم، نسائلكم عن المشاريع الرامية لإحداث مراكز جديدة وتأهيل المراكز المتواجدة لتقريب المرفق العمومي للمواطنين وتحسين ظروف العمل. شكرا. شكرا السيدة النائبة. جواب السيد الوزير. تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيده النائبه المحترمه، بالفعل المراكز ديال تسجيل السيارات تهدف اساسا الى تقديم الخدمه الضروريه في مجال ما هو مرتبط بالسيارات. ونقول لك انه الوزاره ديال النقل المراكز ديالها عندها 3.3 مليون مرتفق سنويا اللي تيجيو، بمعنى اكثر من 20% ديال البالغين في المغرب تيجيو كل سنه لهذ المراكز. عندنا 75 مركز، عندنا واحد الربعه ولا خمسه اللي هما مركزين الدار البيضاء بالاساس، شويه سلاط، طنجه، مراكش، فاس، هذو اللي عندنا فيهم واحد النوع ديال الضغط. ونعمل على اساس اننا نوسعوا المجال ديال الخدمات من خلال المعلوماتيه، ثم ايضا من خلال الخدمات ديال القرب. عندنا المستوى ديال العدد ديال الملفات، وعندنا التباعد الجغرافي ديال المرافقين ديال المواطنين والمرتفقين، وعندنا الموارد البشريه اللي اليوم تنحاولوا نحلوها مع المجالس الترابيه او مع السلطات المحليه باش تعطينا ما يمكن ان ندعم به هذه المراكز. وكان اخر مركز اللي فتحنا هذه واحد 15 يوم هو في سوق السبت، باش نقول لكم بانه بالفعل مثل هذه المدن اللي هي تتبقى في الحجم ديال 60 70 80 الف مواطن، اليوم تنمشيو لها باش نديروا فيها مراكز باش نيسروا المساله ديال السياسه القرب في المجال ديال السيارات. شكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب من الفريق الحركي. تفضلوا. شكرا السيد الوزير. لا يمكن الا ان نثمن المجهودات التي تقوم بها الوزاره في هذا المجال، وخصوصا الرقمنه، ولكن هناك رغم ذلك خصاص كبير في الموارد البشريه وتعثر في هياكل بعض المراكز، كما ان هناك غياب الاليات ووسائل العمل لكشف التزوير في بعض الوثائق كما هو معمول به في اداره الجمارك، والتي يجب الاهتمام بهذا الامر.
غياب إطار خاص برؤساء مراكز المراكز بالنسبة للوزارة. إذا خص هاد رؤساء المراكز يكون عندهم واحد الهيكلة. الوقاية من تعرض شبكة المعلوماتية للاختراق، وهذا ما وقع مؤخرا والذي أدى إلى السير الغير السليم لمجموعة من المراكز في المغرب. كذلك عدم كراء شقق داخل مجموعات سكنية لأن هذه الظروف لا تساعد على العمل الجيد. وكذلك يجب تسجيل بعض الفضاءات الخاصة التابعة لمراكز التسجيل لتسهيل العمل على المراكز. هناك من عدد من المراكز لا تتوفر على مراكز التسجيل كذلك، وهذا ما جاء في تدخلكم. لذلك نتمنى أن تعم هذه المراكز مجموع تراب الوطن. شكرا السيدة النائبة. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك تعقيب إضافي. جواب السيد الوزير عن التعقيب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. هو السيده النائبه مشكوره، قدمت واحد الخمسه ديال الاشكالات المركزيه اللي حنا واعيين بها وتنحاولوا نشتغلوا عليها. فيها جزء اللي هو مرتبط بالموارد البشريه، جزء من المسائل اللي هي امنيه والنظام المعلوماتي والامن ديالو، وجزء اللي هو مرتبط بالطريقه ديال التدبير. فما هو تدبيري معلوماتي امني نحن نشتغل عليه؟ عندنا بعض الاشكالات بالفعل اللي هي مرتبطه بالطريقه ديال التعاطي والتعامل مع العديد من الملفات اللي فيها اشكاليه، وتتعرفوا على انه هذا المجال هو للاسف الشديد الا ما كانت فيه النيه الحسنه اولا ثم الانسان ما تيخدمش بطريقه اللي هي شفافه وموضوعيه، هو هذا من المجالات اللي بالفعل تيجلب له واحد العديد من المتطفلين عليه من عديد من الجوانب. شكرا. وهذا اللي تيجعل انه الدور اللي تنقوم به. شكرا السيد الوزير. اخر سؤال في هذا الملف هو سؤال آني عن استمرار تاخر الرحلات البحريه للسيدات والساده النواب المحترمين عن فريق الاصاله والمعاصره. السيد النائب تفضل. شكرا السيد الرئيس. عن استمرار تاخر الرحلات البحريه نسائلكم السيد الوزير. تفضل السيد الوزير جواب. شكرا السيد الرئيس. هو السؤال استمرار تاخر بمعنى هذا الشيء ما لا، تاخر بعض البواخر الرحلات انا متفق معك. الاسباب اللي جزء منها معروف لانه البحر مرتبط بالجو، مرتبط بواحد المجموعه ديال الاجراءات. فما هو متفق عليه في المجال هو ان الاداره دايره دفتر تحملات اللي هو مرتبط بهذا القطاع اللي هو قطاع خاص، واللي تنحاولوا انه بالفعل تكون عندنا مع لقاءات راتبه ودائمه مع الذين لا يحترمون هذا الدفتر التحملات. ومن بين ما تم اتخاذه مثلا في العمليه ديال المرحبا الاخيره اننا توضعت واحد لاكوسيون الناس اللي جاوا التزموا باش يقوموا بهذه العمليه، باش اللي دار مثل هذه الاجراءات اللي هي سلبيه ومنها التاخر او عدم تقديم الخدمه يتم الاقتطاع من ذاك لاكوسيون اللي حطها. وهذا دفع ان المرحله ديال 2018 الاخيره كانت افضل من العمليه ديال المرحبا ديال 2017. نحاولوا اننا نمشيو في هذا الاتجاه لتطوير الاداء. شكرا. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد نائب سي عبد الفتاح تفضل. عملية الرحلات البحرية ما كتنحصرش في الإجراءات الإدارية والأرقام الجافة لعدد المسافرين والعربات وجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إضافة لمسة اجتماعية على العملية من خلال حرصها على مواكبة مغاربة العالم، بل يجب على مصالح إدارة الميناء مراقبة ملاحة السفن وتنظيم وتدبير رسوب وإبحار السفن بشكل آني، وكذا التنسيق بين مختلف المصالح المعنية وتقوية الموارد البشرية المؤهلة، الأمر الذي قد يساهم بجودة الخدمات بالسرعة التي تؤمن وصول وإياب السفن بشكل متوازي بين الموانئ، حفاظا على مصالح الزبناء الذين يضعوا ثقة كبيرة في السياسة التعاونية بين الموانئ، لكي لا يتم تسجيل أي تأخير ملموس في الحركية المبرمجة للسفن، عكس ما يقع الآن سيد الوزير من تأخير يتجاوز ساعات في بعض الأوقات دون تقديم اعتذار، بل السب والقذف والإهانة في حق من سولت له نفسه الاحتجاج. كل هذا يقع أمام أعين المسؤولين والأمن، لا حاسب ولا رقيب. وليس بهذا يتم الترويج السياحي للوجهة المغربية ورفع تحدي الهاجس الزمني الذي ظل يؤرق أزيد من ثلث مغاربة العالم للدخول أو الخروج من أرض الوطن. نتساءل السيد الوزير، هل هذا تواطؤ أم فساد في حق المغاربة؟ السيد الوزير، الرحلات المنطلقة من الموانئ الأوروبية في اتجاه طنجة المتوسط ما كتعرفش إهانة مواطنيها وتأخير مواعيد إبحار بواخرها، بل تسهر على ضمان راحة مسافرها إلى درجة فرض ظاهرة
تتجاوز 500 اورو في حق كل ربان باخره تاخر عن الموعد ديال الانطلاق. لكل هذا الدور الهام اللي صبح كيلعبوا ميناء طنجه المتوسط في الترويج السياحي للوجهه المغربيه كاحد اكبر واهم الموانئ في منطقه حوض البحر الابيض المتوسط، واحد اضخم مشاريع البنيه التحتيه في المغرب، سيما في ظل توفره على ارضيه مينائيه مهمه وطاقه استيعابيه كبيره وقدرته على استقبال كم هائل حتى بالنسبه للجيل الجديد من السفن. نحوج عليه ميناء فعال وجاذب للاستثمارات ومحرك للتنميه وتموقعه كارضيه لوجستيكيه لسوق التجاره البحريه الدوليه، والموقع استراتيجي للميناء والمجهودات المبذوله من طرف الدوله في تقويه البنيه المينائيه والخدماتيه. شكرا التي شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ تعقيب اضافي من نفس الفريق فخ الاثار والمعاصره، تفضل. السيد الوزير، جهه قلميم ودنون لها ميناءين، ميناء طنطان وميناء سيدي فني، خط البحري الجزور. نسائلكم السيد الوزير لان عندنا الجاليه وعندنا بغينا السياحه تجي لعندنا، وشكرا. ليس هناك تعقيب اضافي اخر، اذا جواب السيد الوزير عن التعقيبين. شكرا سيد الرئيس. هو بالفعل سيد النائب دار واحد المجموعه ديال المقترحات مشكورا، لكن لا يمكن ان نعمم في جزء بما تفضل منه. لا يمكن لاحد ان يسمح بان يهان المغاربه لا هنا ولا من تكونوا جايين من الخارج. هذا من الامور التي نحرص عليها، وتعلم على انه بالفعل اليوم القطاع الخاص اللي تيسير هذا النقل ديال المسافرين في العديد من الشركات، وللاسف ما تحترموش العديد من الضوابط اللي هي مرتبطه بهذا المجال. كان عندنا، نعطيك غير نموذج، كان عندنا السنه اللي مضات بعض الحالات من هذا القبيل، وتم ارجاع المبالغ للمسافرين اللي جاوا من اوروبا للمغرب، لانه بالفعل وقعت اشكالات اللي هي مرتبطه بالتاخر. يوم الجمعه المنصرم كان بينا اللي جاوا الناس من الناظور، تاخرت الباخره اكثر من 10 ساعات. كنا تنتابعوا ذاك الليله اللي وصلت الى حدود 8-9 صباحا مع السيد العامل مع السلطات ديال الميناء ديال الناظور باش حلينا الاشكال، لانه كانوا مواطنين اللي اعتصموا واحتجوا. نتابع ذلك عن كتب وما يمكنش نفرطوا في المواطنين ديالنا وفي السلامه ديالهم. فيما يتعلق بالمجال الجنوبي، حنا مستعدين السيد النائب المحترم الى عندكم شي مستثمرين، هذا قطاع محرر، وتنقولوا حنا تنديروا طلبات ديال العروض، اللي بغى يستثمر في القطاع النقل البحري مرحبا به. عندكم شي مستثمر؟ شكرا سيد الوزير، نشكركم على حسن مساهمتكم في هذا